بلدنا الدنيا بتتغير وبتحلى ودايما قدام، وبدأنا نخطط ونكرر ونحقق كل الأحلام. بلدنا بنقوى وبنعافر وبنعمل كل اللي علينا، وبركة ربنا حوالينا مشاهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الأخيرة في السيزون الأول لبرنامجكم كله تمام مع هالة والويشي. البرنامج النهاردة هيكون مختلف تماما عن كل حلقة فاتت من الحلقات اللي كانت سابقة قبل كده، معانا النهاردة كمان هنبدأ بفقرة الأخبار وهنبدأ بعدها بتقرير، والتقرير زي ما حضراتكم عارفين لو متابعين على البيج على السوشيال ميديا هو أكبر مهرجان فاشون في الصعيد. كمان هيكون بعد كده معانا الضيف أستاذ أحمد سامي، هنستكمل ما بدأناه من الحوار اللي اتكلمنا فيه. هنبدأ دلوقتي فقرة الأخبار. بداية من الأخبار هنبتدي بأخبار السياسة. وفد برلماني يضع 5 ملفات أمام محافظة البحر الأحمر ويؤكد مش جايين نتفسح. فتح النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالاشتراك مع رئيس الوفد البرلماني 5 ملفات. كانت من أهم الملفات ديت عدم تنفيذ ملاحظاتهم بشأن المواني البحرية بشكل كامل، والملاحظة الثانية كانت القصور في إدارة ميناء سفاجة وعدم وجود معامل متكاملة. ثالث حاجة عدم وجود رؤية متكاملة لتطوير ميناء سفاجة. إعادة تشكيل خطة السكة الحديد بقنا وسوهاج، الاكتفاء بمشروعات قومية هنا وهناك، وكان شديدة اللهجة لمحافظ البحر الأحمر. وأيضا من عناوين الأخبار كان من جانب المحافظات، كانت جامعة قناة السويس تنظم الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جدا. الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أكدت أن جامعة قناة السويس تهدف دائما إلى تقديم الفرص لطلابها للتعلم الجاد على المنافسة، كما أعلنت أن غدا الثلاثاء سيقام الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جدا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالحرم الجامعي الجديد تحت شعار فكرتك شركتك الفكرة الحل، بالتوفيق والاستمرار نحو التقدم لجامعة قناة السويس. ومن الحوادث الحكم على 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية. تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين برئاسة المستشار السيد البدوي حكمها في إعادة الحكم على 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية. كان المتهم الأول مينا سين عاطل، والمتهم الثاني عيد كاف عاطل، وممتاز نون المتهم الثالث عاطل. وقتلوا السيدة الألمانية في مسكنها بمدينة نصر، وتم الحكم على المتهم الأول والثاني بالإعدام والمتهم الثالث بالمؤبد نظرا لاشتراكه في الجريمة. وأيضا من جانب أخبار الرياضة فكانت أبرز العناوين هي مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الاثنين 16/12/2019، حيث يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك على استاد الجيش بالسويس في إطار منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري المصري الممتاز. موعد المباراة سيكون مساء اليوم في 7:30 مساء، وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قنوات اون سبورت وتايم سبورت. ستكون ايضا قائمة الزمالك المباراة اليوم كالتالي: حراسة المرمى محمود عواد ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي، وخط الدفاع هيكون محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام واحمد عيد كمان واسلام جابر ومحمد عطر. كمان هيكون خط الهجوم مصطفى محمد وعمر السعيد، وخط الوسط طارق حامد وفرجاني سامي ومحمد حسن ويوسف اوباما. كمان هيكون معانا سيتغاب عن المباراه اليوم محمود شيكابالا وعبد الله جمعه وحازم امام واحمد سيد زيزو ومحمد عبد العزيز ومحمود الونشي الاصابه. كمان قائمة طلائع الجيش لمباراة اليوم النهاردة هيكون فيها محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسي ومحمود سامي وعلي الفيل،
وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح واحمد علاء وابو المجد ومحمد سمير وناصر منسي، واخيرا بالتوفيق للفريقين. ومن جانب الفن، احمد السقا خارج السباق الرمضاني لهذا العام، وده بسبب انشغاله بتصوير فيلمه الجديد العنكبوت الذي يواصل تصويره في الوقت الحالي. ويشاركوا في الفيلم النجمه منى زكي والنجم ظافر العابدين والفنان محمد لطفي والفنان احمد فؤاد سليم. العمل من تاليف محمد ناير واخراج احمد نادر جلال. وحابين نفكر حضراتكم ونعتذر لكم عن ان ما قلناش اسم الفائز في المسابقه في الحلقه السابقه، وذلك نظرا لضيق الوقت. واخيرا اخبار الطقس، الارصاد عوده درجات الحراره لمعدلاتها الطبيعيه وانحسار فرص سقوط الامطار، حيث يتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه ان تعود درجات الحراره الى معدلاتها الطبيعيه وتهدأ الرياح وتنحصر فوق سقوط الامطار على السواحل الشماليه وشمال سيناء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا وبارد ليلا. مشاهدينا، خلصت اخبارنا النهارده، وبعد كده احنا هنروح للفقره الثانيه. الفقره الثانيه زي ما حضراتكم عارفين وقلنا على السوشيال ميديا ان هي هيكون فيها تقرير. التقرير ده مش بس حاجه سهله وحاجه عاديه، لا، التقرير كانت قصته كبيره، ان في حاجه بتتعمل على السوشيال ميديا واخده شير كتير قوي، واخده كومنتات كتير قوي، واخده كمان ناس عماله تتكلم عليها وناس عماله تصور وناس عماله تعمل مسابقات. ومره واحده حد من الاعداد بيتكلم بيقول في حاجه اسمها اكبر مهرجان فاشون في الصعيد. اكبر مهرجان ده فاشون امتى واتعمل ازاي ومين كان صاحب الفكره؟ كل ده هنعرفه النهارده. طبعا كان صاحب الفكره واحد انا لحد دلوقتي مش عارفه اصنفه هو ايه بالظبط، ميدو ملكاوي. هو فوتوغرافر ولا مهندس ولا ماسك اكبر تنظيم في الصعيد تحته كميه شباب كبيره قوي وبتقدر ان هي تطلع حاجه مظبوطه جدا، ولا هو واحد ماسك تنظيم عادي لاي مؤتمر او احتفال او حاجه عاديه؟ المهرجان طبعا هنبدا بالموديل او الميك اب ارتست اللي كانوا موجودين فيه. الميك اب ارتست عندنا كان موجود مادونا جرجس وشمس المغربيه، ايمي صبحي، ماري ثروت، ايمان ناصر، انجي سعيد، رندا رأفت، سالي مجدي، مريان كمال، خلود اركيديا. طبعا المهرجان كان في قاعه فيستيفال سوهاج، مديرها استاذ احمد اسماعيل، كمان المنظم كان ميدو ملكاوي، والراعي الرسمي شوكليتير للحاج ناصر خلاف، كمان كان مخرج تصوير اليوم استاذ عاصم ضاحي، كمان كان مشارك فيها مارولا للزفاف استاذ ابراهيم ايهاب فريد، ومارولا للسواري كمان استاذ تومان فريد، ومصفف الشعر مينا جرجس، وبرومو محمد ايمن، كمان كان كريستيو فلاور امير روماني. طبعا المهرجان زي ما قلت لحضراتكم هي كانت حاجه انا كنت مستغربه ان انا موجوده فيها. طبعا كمان الباشمهندس كان معزوم فيها ولكن هو اعتذر لظروف عمله. كان المهرجان مش بس كان حاجه عاديه وكان فيها جمهور زي اي مهرجان بيتعمل، لا، هو كان مهرجان تسويقي اكتر. كان في كميه ناس كتير وموديل كتير وميك اب ارتست كتير وفاشون كتير، كان معمول لحاجه زي دي هي بس اللي كانت مبني عليها المؤتمر ده او المهرجان ده. طبعا انا بصنفه اللي هو كان اكبر مهرجان في الصعيد بكل اللي حضروه قالوا كده، وكان معانا تقرير بيوضح شكل القاعه كانت عامله ازاي وكمان المهرجان كله كان شكله ازاي. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم بعدها. مدونا، ايه رايك في المهرجان النهارده؟ لا، هو حاجه جميله، حاجه جديده، اول مره تحصل في سوهاج، حاجه كسرت الدنيا، خلت فعلا سوهاج كلها تتكلم عليه. ناس كتير اصلا بتتكلم عن المهرجان من كتر ما هو فعلا حاجه فخمه وحاجه جميله جدا يعني. طيب تتمني ايه يكون موجود السنه الجايه في المهرجان؟ لا، السنه الجايه بقى يبقى جمهور يشجعه، بقى نقعد نتسابق مين يبقى احسن من مين، مين يخلص الاول، مين يظبط، يقولوا مادونا ويبقى يسقفوا. بالظبط كده، ده اللي انا عايزاه. حبيبتي نورتينا النهارده في المهرجان، عقبال السنه الجايه ان شاء الله. رندا، ايه رايك في المهرجان النهارده؟ النهارده كان تحفه قوي، جميل جدا فوق. طيب طب ايه رايك هيكون موجود السنه الجايه ازاي؟ بنفس الشكل ولا هيكون في تقدم اكتر؟
ان شاء الله طالما مع الاستاذ ميدو اكيد في تقدم. طيب احنا المره الجايه اكيد هنشوفك باطلاله اكتر، انت النهارده زي القمر. ميرسي يا حبيبتي. مريان ايه اللوك القمر ده؟ ميرسي، ده انت القمر، انت اللي عاملاه اكيد. طب قولي لي بقى ايه رايك في المهرجان النهارده؟ إيه بصي، هو حاجه جديده ما حصلتش قبل كده في سوهاج بالوضع ده خالص. هو عالي قوي طبعا، الاستاذ ميدو ده حد عبقري قوي يعني في تفكيره، وهو مهرجان يعني ممتاز بصراحه. انت كنت بتعتمدوا فيه على السوشيال ميديا اكتر من ان هو يكون فيه جمهور؟ هو اصلا هو تسويقي، مش جمهور خالص، مش معتمد مين يفوز ومين ما يفوزش، لا هو معتمد على الدعايه لكل حد فينا، وان شاء الله يعني هيبقى احسن. طيب السنه الجايه تتمني ان هو يكون بنفس المستوى ولا يكون في حاجه جديده؟ لا طبعا هو لازم هيبقى طبعا احسن واحسن، وهيبقى فيه مشتركين برضو اكتر، وهتبقى هتزيد، فالدنيا هتبقى احلى ان شاء الله. كفايه جمالك النهارده حبيبتي نورت. مينا ايه رايك في المهرجان النهارده؟ لا حاجه جامده، اول مره تحصل في الصعيد عامه، ده كان انجاز يعني، ان دي اول حاجه تتعمل بالشكل ده بالمجهود ده، والحمد لله نجحت يعني. وكانت مين اللي عامل هير ستايل بتاعك النهارده؟ لا انا اللي عامله. انا اللي عامل نفسي. طيب قول لنا بقى المهرجان ده هيكون زي السنه الجايه، هيكون نفس النظام ولا هيكون فيه احسن؟ هيبقى اقوى، لان يعني دي اول مره يتعمل في الصعيد، ف يعني في افكار وفي مشاكل لقيناها، فيعني دي السنه الجايه هنعديها، هتبقى بزياده يعني، اللي احنا نعمل افكار جديده، هنعمل مجهود بزياده. هدير ايه رايك في المهرجان النهارده؟ حلو جدا وانبسطت جدا طبعا. انت عايزه اقول لك ان انت كنت موديل زي القمر. ربنا يخليك يا رب، نورت سواج. ربنا يخليك يا حبيبتي. قولي لي بقى السنه الجايه تتمني ان هو يكون ازاي؟ هيبقى احسن ان شاء الله، في تطور اكبر. طيب ايه الحاجات او ايه الملاحظات النهارده اللي مش عجبتك فيه؟ لا كله تمام. كنتش محتاجه جمهور؟ يعني شويه بصراحه. نورتينا يا حبيبتي. مارينا ايه رايك في المهرجان النهارده؟ هي بصراحه حاجه حلوه جدا، انا ما كنتش متخيله ان حاجه زي كده تبقى هنا في سوهاج، يعني انا اسمع عنها بره سوهاج لكن هنا ما حصلتش، بس حاجه جامده جدا. عايزه اقول لك ان ما حدش جامد غيرك، كنت يا قمر النهارده. خليكي، ميرسي حبيبي. تتمني ايه بقى يكون موجود في المهرجان السنه الجايه؟ لا يبقى حاجه اكبر من كده. مستر ايهاب ايه رايك في المهرجان النهارده؟ بصراحه كانت حاجه جميله خالص ومشرفه، وحاجه جديده على سوهاج، اول مره تتعمل، واتعملت بتقنيه عاليه وشغل عالي وتنظيم عالي، وبصراحه بشكر كل الناس اللي تعبت في المهرجان. بس حقيقي ما كانش في حاجه احسن من الفساتين اللي الاتيليه بتاع حضرتك عرضها النهارده. تعيش، ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك احمد شاء الله. ربنا يخليك. طيب تتمنى يكون ايه موجود في المهرجان السنه الجايه؟ هنخليها مفاجاه، لان في حاجات جايه مفاجاه ان شاء الله، ان شاء الله السنه الجايه هتبقى حاجات حلوه خالص، ونخليها مفاجاه. استاذ ايمن ايه رايك في المهرجان النهارده؟ المهرجان النهارده كان قوي من نوعه، احنا خدنا ترتيبات فوق الشهر بنرتب له، كان مهرجان قوي بالنسبه لسوهاج، ما فيش حد اتعمل ان هو يجيب 25 مودلز النهارده كانوا معانا، كان معانا النهارده اكتر من 12 فستان زفاف واكتر من 24 فستان سواريه، شغالين الحمد لله من الساعه 8 الصبح لحد دلوقتي، والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا طلعنا المهرجان بصوره كويسه قدام الناس تليق جدا بسوهاج، لان سوهاج فعلا مظلومه من ناحيه الفاشون في الموضوع ده. ميدو ملكاوي صاحب تنظيم مهرجان فيستيفال سوهاج، الاول مساء الخير. مساء النور عليكي. قولي بقى المهرجان النهارده كان عامل ازاي؟ هو اول حاجه انت نورتينا في سوهاج، وحاجه فرحتنا جدا وجودك معانا. المهرجان كان عامل ازاي؟ كان عامل اني شفت الناس كلها فرحانه، ده اهم، محدش زعل، ما قصرناش مع حد، يعني دي كانت اهم حاجه في المهرجان، بس ده اللي يهمني يعني. وجود فاشن وموديل وميك اب ارتست والحاجات دي كلها في سوهاج، دي حاجه مش طبيعيه او مش عاديه ان هي تكون موجوده، فانت ايه رايك في البصمه الجديده دي؟ لا هو بصي هي موجوده بس ما اتجمعتش قبل كده سوا، يعني ما فيش مهرجان اتعمل بيتخصص في الميك اب والفساتين وكده، ولما تخصصنا عملنا حاجه كبيره ليهم، بس هي اتعملت قبل كده بس ما اتعملتش بالوضع ده بالظبط يعني. طيب انت كنت مختار توقيت اللي هو نهايه 2019 ده، كان مترتب التوقيت ده؟ لا ما كانش مترتب خالص، الموضوع كله كان عباره عن فكره اعلان، وحد تاني طلب اعلان، عملنا اعلانين قلب بمهرجان حصل اللي انت شفتيه ده. طيب قول لي السنه الجايه هيكون ايه، او البلان بتاعتك عايزها تكون ازاي؟ لا مش بصي هو احنا يعني المهرجان ناس كتيرة شغالة تسأل بقى المهرجان اللي جاي امتى وهنعمل ايه، بس لا ما عنديش اي خطة للموضوع ده خالص يعني. استاذ ميدو شرفتنا النهارده. شرف ليا ونور.
مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده. معانا دلوقتي على التليفون استاذ ميدو ملكاوي المنظم او القائم على مهرجان فيستيفال سوهاج. استاذ ميدو مساء الخير. استاذ ميدو خط قطع. طيب تمام، خلونا نعلق على المهرجان ان هو كان حاجه ما كناش متخيلين ان هي هتطلع بالحلاوه دي، ان هو خلاص بعد ما كان في كذا حاجه موجوده ان الناس بتطلع حاجه مختلفه تماما، مش عكس كل حاجه كانت هناك ان هي بس بتعرض حاجه للفاشون وكانوا بيعرضوها في حفلات تانية، اما مهرجان كامل يكون فاشون ويكون ميك اب ارتست ويكون حاجات كتير، دي حاجه مش طبيعيه ومش موجوده قبل كده. فعلشان كده خلونا برضو نصنفه اللي هو اكبر مهرجان فاشون في الصعيد. طبعا زميلتي العزيزه تسمح لي ان انا بس بحيي ميدو على الخطوه الجريئه اللي هو عملها في الصعيد. يعني احنا مش متعودين نسمع ان في مهرجان زي دوت الا في اسكندريه، في القاهره، في محافظات بحري، انما في الصعيد دي كانت اول مره نسمع عنها. فانا بصراحه بحييه على شجاعته، لانه هو دعا الناس دي كلها وما كانش خايف انه يفشل في المهرجان، والمهرجان نجح. وانا متوقع بقى المواسم الجايه من المهرجان هتبقى حاجه غير طبيعيه، ده وخصوصا ان هو باشمهندس كمان اعتمد عليه ان هو يكون تسويقي اكتر ما هو يكون فيه مهرجان. والحاجه الثانيه كمان ان الصعيد دايما كنا واخدين بالنا ان هو لا، ما ينفعش الحاجات دي تكون موجوده، نخلي بالنا منها. ان هو ياخد خطوه زي دي وفي سن صغير، فدي حاجه اهنيك عليها يا ميدو. وانا اتمنى ان هم في الكنترول يحاولوا يتواصلوا معاك تاني عشان تكون معانا على التليفون. طيب اوكي ميدو مساء الخير. مساء النور. منورنا. ربنا يخليك، ده نورك. عايز اقول لك ان انت منور المهرجان وشغلك يعني كلنا بنشهد بيه وعمالين نسمعه اكتر من مره، تعرض لك مرتين اهو. ربنا يخليك، ربنا يخليك كتير على الكلام ده. استاذ ميدو اولا انا بشكرك على دعوتك الكريمه ليا، وبعتذر لاني ما كنتش موجود بظروف عمل، و حابب برضو ارجع اكرر كلامي تاني ان انا احييك على الخطوه الجريئه انك انت نفذت المهرجان في الصعيد. احكي لي بس التجربه، احكي لي التجربه كده، ما كنتش خايف وانت يفشل منك الموضوع؟ بص، هو مبدئيا انا بشكركم على كلامكم الحلو ده، تمام، وان شاء الله في المهرجان الجاي تشرفونا وتنورونا وتنوروا سوهاج. وشكرا قوي للاستاذه هاله ان هي جت وتعبت وشرفتنا في المهرجان. دي كانت اجمل رحله عملتها في 2019 كلها والله يا ميدو. ربنا يخليكي. طيب كمل. هو باشمهندس بصوا، الاول انا عايز اتكلم عن حاجه. المهرجان في مهرجانات كتير اتعملت في القاهره، المهرجان اتعمل قبل كده في سوهاج ومن فتره قريبه كمان، تمام، بس احنا كنا عاملين حاجه اسمها مهرجان اعلاني. دي كانت اول مره فكره تتعمل كان انا بشتغل كاعلان. هو ده سبب ان ما كانش في جمهور. كل الناس بتقول انتوا ازاي ما كانش في جمهور، ليه ما كانش في جمهور؟ انا كل فكرتي ان انا اعمل اعلان لفساتين مع ميك اب مع شعر مع قاعه مع تصوير مع ورد، ده كله كان محتاج مني ان انا ما يبقاش فيه موجود معايا جمهور، لان وجود الجمهور هياثر عليا في الشغل، هياثر عليا في التصوير، مش هيخليني اخد راحتي. فدي كانت فكره المهرجان، ان انا بعمل اعلان بس على هيئه مهرجان. اه صح، كان تسويق اكتر. المهرجان بدون جمهور. لان احنا لقينا نقد كتير بيقول يا جدعان لا، هو ده مش اول مهرجان. طيب احنا فعلا مش اول مهرجان، وكان في مهرجان قريب قوي في سوهاج قبلنا على طول، بس احنا اول مهرجان بيبقى دعايه. احنا كنا عاملينه كفكره ان احنا بنعمل اعلانات كلها للسوشيال ميديا. شغلنا كله ما نزلش، والاعلانات دي كانت مطلوبه ان ما يبقاش في موجود جمهور عشان نعرف ناخد راحتنا في التصوير. وده كان فكرة المهرجان من الأول للآخر يعني. أستاذ ميدو أنت نورتنا باتصالك، وشاكرين أنك أنت كنت موجود معانا، ونتمنى نكون معاك المهرجان الجاي إن شاء الله. ويكون على محافظات مصر كلها بقى يا ميدو، مش يكون في سوهاج بس. إن شاء الله قريب هيكون في مهرجان تاني، وهيكون بره سوهاج، وهتكونوا معانا وشرف لينا يعني. وبعد إذن حضراتكم. تمام. أنا شفت المهرجان، عجبني الأداء بتاع مستر ميدو جدا جدا جدا. أطفى حاجة وإطلالة جديدة إحنا بنحيي عليها، وبنحيي فريق الإعداد على المهرجان اللي هو عمله ونقله لنا بالصورة دي. إحنا فعلا عندنا في مصر شباب صاعد واعد يقدر يمسك إدارة مكان زي اللي مستر ميدو ماسكه. شكرا مستر ميدو. أفضل حاجة إنك أنت دخلت معانا مستر أحمد. أنا كنت لسه هرحب أستاذ أحمد. بس أنا بجد عجبني، استفزوا النجاح. لا عجبني نجاحه، عجبني نجاحه بجد. دي حقيقة. فأنا استأذنت حضراتكم إن أنا أبلغه برقية من محافظة الشرقية بتهنيه على أدائه
الممتاز فعلا ممتاز. هو قدم عرض في الفاشن او في الموضه بالبلدي زي ما احنا بنتكلم بالعاميه فوق المستوى العادي. اذا هو شخص ناجح، اداري ممتاز، شخص ليه مستقبل قادم ان شاء الله. طبعا احنا استكمالا للحلقه السابقه مع الاستاذ احمد سامي جنديه المحامي، حابين بس نراجع مع حابين نراجع معاكم الوضع السابق. ان الاستاذ احمد تم اقتحام مكتبه وتمت سرقه مستندين، وطبعا المتهم تم الحكم عليه بثلاث سنوات. والاستاذ احمد كان بيتكلم ان في اثنين محرضين. فاستكمالا للموضوع استاذ احمد تقدر تكمل لنا الموضوع ماشي ازاي؟ احنا كملنا المسيره بعد القاء القبض على كاف ميم كاف وحبسه ثلاث سنوات من محكمه اول درجه، ثم قدمت النيابه العامه المتهم للاستئناف، وقام فعلا بعمل الاستئناف في الميعاد القانوني اللي هو 10 ايام. استأنف لجلسه 1/12/2019 وقضت محكمه جنح مستأنف الزقازيق دائره قسم ثاني بقبول الاستئناف شكلا، اما بالنسبه للموضوع فبرفضه وتأييد الحكم المستأنف. اذا بات الامر في صدد او بشأن كاف ميم كاف امر حكم نهائي بات، لا يجوز عليه الطعن الا بطريقه واحده، هو الطعن بالنقد. اذا محكمه جنح مستأنف الزقازيق دائره قسم ثاني قضت بامرا كان مكتوبا، وبالتالي انا عملت محضر بتاريخ 10/11/2019 وتم استكمال المحضر بعد القاء القبض على المتهمة ه عين الف الف صاد، وقدمت الى النيابة العامة وانكرت حقها، حق شرعي لها ان تدافع عن نفسها، وتم الافراج. وجاءت التحريات المبدئية انها توصلت الى اختفاء المستند، ولكن لم تتوصل الى دور المتهمة ه عين الف الف. يعني هو المستند فعلا مش موجود، ولكن ما تثبتش عليها ان هي اللي واخداه او هي اللي محرضه. دي اللي مباحث اسم تاني الزقازيق اشكرها على جهدها الغير عادي في تلك الواقعه، خاصه سياده النقيب حسن أباظة. الراجل ده نزل الشارع بنفسه وقعد يلف في شارع شارع لغايه ما وصل الحقيقه وجابها وقدمها للنيابه يوم 8/12/2019 بان التحريات توصلت الى ان وراء ارتكاب الواقعه كاف من كاف بالسرقه، وان من قام بالتحريض عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعده متهمين من ضمنهم محامي اللي هو الف عين الف الف، والمتهمه ه الف ه عين الف الف. اذا بات الامر جليا امام النيابه العامه ان تقدم هذين المتهمين واخر سبق الحكم عليه هو المتهم كاف ميم كاف، قدموا لجلسه 12/12 ومثلت بصفتي وشخصي امام محكمه جنح قسم ثاني الزقازيق، واثبتت بمحضر الجلسه انه لا بد ان تتصدى المحكمه الى استبعاد المتهم الاول كاف ميم كاف لسابقه الفصل في دعواه. عندنا بنقول عليها عدم جواز نظر الدعوه لسابقه الفصل فيها، اي انه لا يجوز. استاذ احمد طب انا مش فاهم برضو انت ازاي استبعدت واحد متهم ومحكوم عليه؟ يعني تم الحكم عليه بالفعل، احاكمه تاني ليه؟ القانون لا ينص على ذلك. يعني انت عامل دعوه تانيه، دعوه تانيه تخص المحرضين، ولكن النيابه العامه رات وده حقها ان ينزلوا المتهم كاف مين كاف. اذا بات علي وعلى امانه الدفاع الحاضر مع المجني عليه بصفته وشخصه ان يشير الى المحكمه انه يوجد عوار قانوني بالاوراق، الا وهو انزال المتهم سبق الحكم عليه في نفس الدعوة. أمر لا يستقيم مع العقل والمنطق. ليه يا فندم؟ احنا عندنا في القانون حاجة اسمها عدم جواز أو دفع، لابد أن يدفعه دفاع المتهم، ولكن دفاع المتهم كاف من كاف لم يتصدى لذلك الدفع، ولكن تصديت إليه أنا بصفتي محامي وبشخص مجني عليه أو مدعي الحق المدني، وقمت بالإدعاء مدني قبل المتهمين الثاني والثالث بمبلغ 1,000,000 جنيه، هذا حق، ولو انني تعديت النصاب القانوني 40,000 جنيه، ولكن من حقي ان ادعي بما اريد، وللمحكمه ان تحيل تلك الدعوه للمحكمه المدنيه المختصه. اذا بات الامر امام المشاهدين جميعا انه بالفعل امر خطير وجلي، وبالفعل قبل ذلك التوقيت
تم اقتحام مكتب الأستاذ ميم كاف بمنطقة حسن صالح لكوز، وقبلها تم اقتحام مكتب الأستاذ ألف عين جيم بمنطقة قسم الحريري. هي دي النقطة اللي أنا كنت عاوزة أوصل لحضرتك ليها. إحنا دلوقتي الناس اللي بتشوف الحلقة لو كانت على البيج أو الناس اللي بتتابع الحلقات بيقولوا طيب ليه الطرف التاني ده إشمعنى اختار المحامي ده واعتدى عليه؟ هل هو أصلا كان في حاجة اتعملت وكانوا بيضروا بعض فبالتالي دي مردودة؟ فحتة إن في اتنين هم اللي قبل كده اللي اتسرق مكاتبهم برضو تقريبا محامين أكيد يعني، فحتة إن هم محاميين وبعدين محامي أكيد في لعب في الموضوع يعني. أنا من وجهة نظري الضعيفة جدا إن دي لعبة انتخابات اتعملت عندنا في محافظة الشرقية بدل المرة 5 مرات، آخرهم من كان مرشحا لمقعد نقيب المحامين عن جنوب الشرقية السيد الأستاذ ياسر الخشاب. تم اقتحام مكتبه بالفعل قبيل الانتخابات، وتم تكسير الباب، وتم أخذ مستندات عنوة عنه وفي غيابه، وهذا كان من وجهة نظر لعبة انتخابات. أحمد سامي في 18/9 عرض نفسه للسادة المحامين، محامي جنوب الشرقية الأخيار، مقدما نفسه إليه خادما مكلفا بخدمتهم، وهذا ليس تشريف بل إنه تكليف. من يكلف بمنصب عام للخدمة العامة هو مكلف وليس مشرف. أنا لن أستطيع أن أقول أنهم سيزودوني شرفا أو هيزودوني شرف، لا، ده هم هيكلفوني بمسؤولية خطيرة، هيكلفوني أن أنا أكشف عن الميزانية. الميزانية ده الميزانية بتاع الجنوب الشرقية بها عوار خطير، مقدم بها بلاغات إلى السيد النائب العام. إذن يبقى لازم نبعد أحمد سامي عن الساحة، إذن لازم نعمل تمويه قبل اقتحام مكتب أحمد سامي. أحمد سامي محامي جنايات فاهم اللعبة كويس، فإحنا لازم نقتحم مكتبين قبل اقتحام مكتبه عشان ما تبقاش مقصودة أو مبينة أن هو خلاص ده رايحين للأستاذ أحمد سامي علشان برافو. حاجة معينة. طيب انا ما هو انا عندي استفسار، هو طب الربط بقى بين المحرضه ديت وبين الكلام اللي حضرتك بتقوله ايه يعني؟ ما انا مش متهم عارف رابع استاذي الجليل. متهم رابع لم تطالب العداله الى الان، ولكن طالما احيا وبي نفس وصحه سالاحقه بكل الطرق القانونيه السليمه غير الملتويه، لانه يوجد قانونيين يستخدمون القانون في أمور عدة لا أستطيع ذكرها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو من يحاسب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. بالفعل أي حد عمل حاجة باطلة ربنا هو اللي يحاسبه، أي حد. أنا ما أقدرش أحاسب ولكن أقدر أقاضي، لأن حق التقاضي مكفول للجميع. حق التقاضي بالبلدي بقى عشان الساده المشاهدين يفهموني، اي حد ممكن يروح يشتكي. انا ممكن حق ان انا اشتكي محمود الويشي، ايه المشكله لو اخطا؟ وحقه يدافع عن نفسه، صح، وحقه يقيم عليا دعوه مدنيه. هي اساءه استخدام حق التقاضي. لو انا اسات استخدام الحق ده، من حق الاستاذ محمود يطلب تعويض. دي المعلومه دي مهمه جدا. تعويض ليه بقى يا فندم؟ تعويض ليه؟ اكمل لحضرتك. عشان انا اسات استخدام الحق الذي كفله الي القانون بطرق ملتوي، واتهمته اتهام باطل. إذن هو مكلف بتوكيل محامي، مكلف برفع جنحة مباشرة، جنحة البلاغ الكاذب، مكلف برفع دعوة مدنية يطالب فيها بالتعويض المناسب، وهي دعوة تسمى إساءة استخدام حق التقاضي. ولو إن حق التقاضي مكفول للجميع، ولكن تستخدمه صح. روح اشتكي أي حد، إن شاء الله رئيس الوزراء، ان شاء الله السيد رؤوس الجمهوريه اللي احنا بنشرف بان هو رئيسنا، صح، بس لو اخطا ما تروحش تشتكيه لو هو ما غلطش. استاذ احمد، طيب هتعاقب. استاذ سيادتك، هم دلوقتي اتعرضوا على النيابه، المحرضين اتعرضوا على النيابه تلك الجلسة وافرجوا عنهم، لا، افرجوا عن واحده ومقدم الثاني الى المحاكمه، مقدم هارب ولم يحضر الجلسه، والمتهم الثاني لم تحضر جلسه المحاكمه، وتم حجز الدعوة للحكم بعد إثبات طلبات الدفاع الإدعاء المدني واستبعاد المتهم الأول، لأنه سبق وأن حكم في تلك الدعوة وقضت المحكمة في حقه جزء مستأنف بالحبس 3 سنوات مع إلزام أن يؤدي للمدعي بحق المدني ما
مبلغ 10,000 جنيه. طيب هو لو ظل هارب زي ما انت بتقول كده وبصفتك رجل قانون تمام هيتم الحكم عليه على طول؟ اه يا فندم ان شاء الله. طب انا عايز اسال حضرتك برضه سؤال. ولكن يستطيع القاضي ان يقضي ببراءه المتهم الغائب ولا يجوز له ان لا يقرا اوراق الدعوه والمتهم غائب، لان القاضي الجنائي العادل يؤمن قبل غيره ان تبرئه انسان لمجرد الشك اليسير خيرا من ادانته. فاذا استشعر القاضي الجنائي نسبه شك في الاتهام اللي مقدمه احمد سامي ضد الاثنين لا يقضي ببراءتهم في غيبته. ايه المشكله؟ وانا مش هعترض، انا اعترض في محكمه النقد، هي دي المحكمه اللي من حق كل مواطن يعترض فيها. اعترض في استئناف النيابه وانضم لاستئناف الدعوه المدنيه اذا النيابه لم يسايرها ذلك الحكم او اعترضت عليه للثبوت. يبقى اذا بات عليا ان انا استأنف الدعوه المدنيه وانزل بيهم لمحكمه جنح مستأنف. انا مش بنزل عشان بقلل من المحكمه، احنا عندنا محكمه جنح في الدور الرابع. فما انزل الدور الثاني لمحكمه جنح مستأنف انا فعلا نزلت، ولكن عليت بالمرتبه. هذا قاضي استئناف. طيب استاذ احمد، قاضي استئناف بجواره قاضيان، عضو اليمين من جهه اليمين وعضو اليمين من جهه اليسار، يجتمعون على راي واحد او راي الاغلبيه. يعني اثنين قدام واحد الاثنين يكسبوا، الاثنين حكمهم ينفذ. وهم دول اللي قالوا يعاقب بالحبس 3 سنوات كاف من كاف. طب في حاجه مهمه يا استاذ احمد، دلوقتي حضرتك بتقول ان قبل كل انتخابات لازم اللعبه دي تحصل، يعني انا عايزه اقول لك دلوقتي ان المحامين مش بس محامين الشرعيه اللي حضرتك تعرفهم او غيرهم، محامين مصر او اكتر من نصهم لما يعرفوا الموضوع ده اكيد كلهم قاعدين مرعوبين. الهواء مفتوح وانا بوصل رساله، قاعدين مرعوبين، فلازم حضرتك بقى تعرفنا. انا بوصل رساله اتفضل لسياده النقيب العام سامح بك عاشور وكل الحقوقيين كل الحقوقيين لابد من التدخل السريع لحل تلك الازمه، لانه سيظهر مستندات قاطعة الدلال لا أستطيع عرضها على معاليكم وعلى المشاهدين، وسأقوم بعرضها على حساب الشخص وتحت مسؤوليتي ومستعد للعقاب طبقا لنص المادة 309 بها مقرر من قانون العقوبات ألا وهي استراق السمع. معي مستندات قاطعة الدلال قاطعة الدلال. طبعا احنا نتمنى متهم رابع بخلاف المتهمين المقدمين للمحاكمة. اتفضل يا فندم. احنا طبعا نتمنى ان الحق يرجع لاصحابه، ونتمنى انك انت تحقق اللي انت طالبه في الانتخابات ان شاء الله، وربنا ييسر لك امورك والحق يرجع لك. واحنا كان معانا استاذه هاله اسم الفائز بتاع الحلقه السابقه. كان معانا، احنا كان معانا 2 لان احنا قلنا، انا طبعا بعتذر عن الحلقه اللي فاتت خلصت من قبل ما نكمل ونقول اسماء الناس اللي فازت، ولكن كان معانا 2، واحد ان هي الموديل اللي كانت معانا او خبيره العنايه بالبشره اللي كانت معانا رشحت ان في حاجه من الحاجات اللي هي جايباهم هو حد هيكسبها، اللي طبعا هيفوز بالجائزه او اللي هيجاوب على السؤال اللي الباشمهندس قاله. قبل نهايه البرنامج عايز اقول كلمه صغيره قبل ما اتفضل. بعد اذن حضراتكم انا من هنا بعلن ترشحي لكرسي بندر الزقازيق. ما هو استاذ احمد ده مش هينفع، مش هينفع يا جماعه على الهواء. احنا بس انا مكمل يعني. بص يا استاذ محمود، وليكن انا اخطأ، ولكن انا بوصل الرساله للجميع ان انا مكمل في طريق القضيه وطريق الانتخابات. ربنا بس بالتوفيق ان شاء الله يا استاذ احمد. واسفين جدا 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 لو كنا دخلنا وقلنا حاجه مش من حقنا ان احنا نقولها على الهواء. انت شرفتنا يا استاذ احمد. استاذه هاله انت قلتي. طب خلينا الاول قبل ما نقول اسماء الناس الفايزه، معانا اتصال تليفوني. استاذه شيماء مساء الخير. الو الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. منوره الدنيا يا استاذه شيماء. ازيك يا استاذه هاله، عامله ايه، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي. اتفضلي. الو سامعينك يا شيماء، انت سامعانا؟ سامعاكي. ازيك يا استاذه هاله، عامله ايه، اخبار حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. الحمد لله يا حبيبتي وانت طيبه وبخير يا رب. ايه الجمال ده، ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. مشرفانا ومنورانا والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي ذوقك. بجد وحياه ربنا كلنا معجبين بحضرتك وبنتفرج عليكي من ساعه ما حضرتك كنت مذيعه لحد دلوقتي على قناه الصحه والجمال، ف
في برنامج 60 دقيقة وكمان في كله تمام، بصراحة مشرفانا. ده عايز أقول لك بقى إن الإضافة كانت الكبيرة للبشمهندس اللي هو لا شرفني. لا ده أنا كده مش جاي الحلقة الجاية أساسا. شرفني. فعلا دويتو بيكمل بعض. ربنا يخليك. كابلز متوافق. ربنا يخليك. تسلمي لي يا شيماء يا رب. أستاذة شيماء عندك أي سؤال؟ هي انا مش عارفه لسه معانا على هوا ولا لا الاتصال فصل. طيب تسلمي لي يا شيماء وكل سنه وانت طيبه يا رب، وهي اكيد يعني بتقول كل سنه وانت طيبه عشان السنه الجديده. كل سنه وانت طيبه. احنا بنضم صوتنا لصوت الاستاذه شيماء للبرنامج كله، مؤدين مخرجين مقدمين رؤساء للقناه، فعلا الاستاذه شيماء بتتكلم صح. طيب احنا كان معانا الحلقه اللي فاتت زي ما انا قلت لحضراتكم كان معانا اتنين فايزين، كان في واحد بجائزه ماليه والتاني كان باللي هي الحاجه اللي بتقدمها البيوتي اللي كانت معانا. كان الجائزه الماليه اكونت اسمه ابو عبد الله، وكانت التانيه البنوته التانيه اللي فازت انجي احمد. الاتنين طبعا كانوا باعتين مسجات على بيج القناه، احنا هنحاول الاعداد يتواصل معاهم النهارده علشان يعرفهم هيستلموا الجوائز بتاعتهم ازاي. طيب وسؤال بقى الحلقه اللي جايه ان شاء الله. طبعا احنا الحلقه النهارده اخر حلقه في السيزون، ولكن احنا عندنا حلقه الاسبوع القادم ان شاء الله احتفالا براس السنه، وطبعا هيتقال فيها اسماء اكتر من فائز. السؤال بتاعنا اسمه منظم المهرجان اللي احنا عرضنا التقرير بتاعه. تاني حاجه المدينه اللي تم فيها المهرجان. طبعا اكيد الناس اللي متابعه البرنامج اكيد هتحاول تعرف ان السؤال. طبعا كل الناس اكيد ان شاء الله. طبعا عايزه زي ما البشمهندس قال لحضراتكم ان الحلقه اللي جايه هتكون احتفالا براس السنه، هنكون فاتحين برده الهوا لاتصالاتكم واستفساراتكم عن اي حاجه، وهنتكلم كمان عن البلان بتاعتكم للسنه الجديده هتكون عامله ازاي. كل سنه وحضراتكم بالف خير ونشوفكم على خير باذن الله. نورتونا. الشاشة معانا هتتغير وحلو المشاكل.